في كربلاء يحرص عدد من الشباب الرياضيين على تنظيم بطولة سنوية بكرة القدم تشارك فيها أغلب فرق المحافظة، حتى صارت البطولة أحد أهم المحطات التي يحضرها عدد من المدربين والباحثين عن المواهب الكروية. موسى حمدي شاب لعب كرة القدم وعشقها بجنون، غير أن أسبابا صحية منعته من مواصلة هوايته ليتوجه إلى مزاولة مهام إدارية في تنظيم البطولات الكروية للفرق الشعبية. قبل 8 سنوات وبجهود ذاتية أطلق موسى بطولة فريق الأنصار السنوية، وتمكن من استقطاب أهم الفرق إلى جانب العديد من نجوم الكرة العراقية والمنتخبات الوطنية والأندية الجماهيرية لدعم بطولته وتوفير فرصة احتكاك اللاعبين الشباب باللاعبين النجوم. اشترك بها 32 فريق من الأغذية والنواحي ضمن لوائح القانون مالتنا، سمحنا لكل فريق يحق له 2 لاعبين استعارة يكونون نخبة، يعني لاعب نخبة مستمر بالدوري العراقي. أغلب الفرق اللي موجودة هنا مشتركة بالبطولة جابوا لاعبين، جابوا من الكارك، جابوا من الجوية. البطولة تنظم من قبل موسى وعدد من الشباب بالتعاون مع المعنيين في مديرية الشباب والرياضة وقسم أمن الملاعب في شرطة كربلاء، فيما تمكنت البطولة من تسويق العديد من اللاعبين إلى أندية الدرجتين الأولى والممتازة، ومنهم من التحق بالمنتخب الوطني للشباب، خاصة وأن المباريات تحظى بحضور المدربين والباحثين عن المواهب الكروية. أنا عندك أحمد عبد الرزاق لاعب المنتخب الأولمبي اللي حاليا مع مهاجم نادي الديوانية، عنده تقريبا 10 أهداف بالدوري. أيضا عندك مرشد حسين لاعب نادي الحسين، عندك أمجد عباسي لاعب نادي الحسين، عندك بسام قابل لاعب نادي النجف. ولأن البطولة نالت اهتمام الكشافين والمدربين، فإن لاعبي الفرق المشاركة يجتهدون لتقديم أفضل إمكانياتهم، فيما تمكن حتى الآن أكثر من 6 لاعبين من إقناع المراقبين لوضعهم ضمن دائرة الاهتمام، فيما سيلتحق آخرون بنادي كربلاء الذي يلعب في دور الدرجة الأولى بعد ايام. طبعا الاحتكاك يعني يولد هواي فرص، يعني انت قاعد تلعب مثلا يجي لاعب شاب يقيس نفسه بلاعب منتخب وطني او لاعب مثلا دوري الممتاز. واحدة من أبرز محطات الكرة في كربلاء تحولت إلى مصدر مهم للاعبين الشباب، جذبت اهتمام العديد من المدربين فضلا عن تسويق لاعبين بعضهم يلعب حاليا في أندية الدوري الممتاز. من كربلاء ميثم الجناحي، الحرة.